العمارة ما شاء الله. ها وش هذاك مشى خير ان شاء الله؟ هاي الحمد لله الحمد لله. ها مشيت عند الطبيب؟ لاباس؟ ماهوش لاباس خير ان شاء الله. واش قال لك؟ قال لي عندك فقر الدم. كيف فقر الدم؟ واش فقر؟ انيمي انيمي. ومنين جاتك الانيمي سيدي؟ قال لي ماكش تاكل مليح. سبحان الله كيف ما تاكلش مليح هذا يا اخي، كل صباح تضرب فيها يطرح لي على 12 تغذى وفي العشاء تاكل مليح كيف ما ها؟ سخسالي واش تاكل؟ واش تاكل؟ وقال لي هاك واش لازم تاكل؟ لازم تاكل اللحم 5 خطوات في السمانه وكثر من الكبده. ايه كثر منها. وديشي لازم تاكل البانيه التفاح الاناناس الكيوي كل الفراز. ايوا واش هذا؟ قال لي ما تاكلش كل الكروفات المالون روجي مليح. بقول انت قال لك عندك فقر الدم وانا حبي يفقرني. شوف انا هذو كل تعرف اش نديرهم لك؟ نديرهم لك في قطه سلق، في كيلو عدس، في حمص دوبل زيت، في اللوبيا. يا سيدي هذو شو في القرنينه. هاي هاي امشي معايا امشي معايا. هذو ما تاكلهمش؟ تاكلهم. امشي معايا للدار درك ندير لك شوف فيها صحن عدس. هذا الصحابه كل تولي لك. هاي امشي معايا ولدي. شكاية داري هاي ليستا تاع القضيان. هيه جيب لنا السكر، الزيت، طماطم، قهوة، صابون تاع القش، صابون تاع الطرف، صابون تاع الماشينة، شوية بطاطا، سلاطة، طماطم، شوف. ولكن قدر تجيب لنا حتى اللحم. أيوا ما تنساش الديسير تاني جيب لنا. صحة صحة. هذه هي الليستة. تسمى باغي تحلي حانوت هنا في الباطمة؟ ها؟ لحد صوالح ماكش عايشة معايا أنت؟ ها؟ ماكش عايشة معايا؟ راك عايشة في لابلانيت؟ ها؟ معنى بالك الدنيا راهي حاجه واحده اخرى. ها راني نروح عند البوشي راني نمر راني نمر وحشمان هكا قاعد كاع ما نبغي نتكلم. الناس تشري ب 4 كيلو ب 5 كيلو ومن وانا قاعد هكا نشوف هي المرشي ثاني. الحاجه راهي غاليه بزاف، البطاطا غاليه، الزروطية غاليه، كل شيء راه غالي. ما قديت شهريه ما تقدش، والله يعطوني 4 ملايين في الشهر والله ما تقدني. ها ايه مش هدي لك انا عند الرجال راك تشوفي راني كي نخرج من المرشي نقلان واللي كاع ما نسواش. ها وليه وانا اللي عايشه كي الحراير؟ هذه ذهوبات وهذه خيولات وهذه قشوشات على الماكله تاع كرشنا تحاسب فيا عليها ثاني. شوفي شوفي يا فاطي، والله على خاطر غادي نحبس الماكله، غادي نحبسها. تحبس الماكله؟ حتى انا بابا حبسه جابه. دبر راسك. ها باش نقول لك هو الراجل هو المسؤول مانيش انا. دبر راسك. ما عنديش مين يجيب لك؟ ما عنديش. الله غالب. هاكي قولي هاكي تبغي تاكلي هاللحم واش ناكل فيك هكا عضان؟ هيا قولي ها ولا اللحم قولي. هذا تاع الشيطان غادي صيري على كرشك شويه ماكش كاع كيما الانسان انت. صيري على روحك. كيف نزير انا اللي ناكل وحدي ولا عندي فاميلتي هنا ولا نرمي فيها على البلكونات انا وقيله؟ هاك هاي هذا اللي تبغي تجيبيها. هذا اللي قاعد تجيبيها. هذه وين تروح الكوزينه؟ يا با بروبليم. شبيه هذا؟ غير مغارف وماكلة ما كانش يا دين الله. ليش هذا يا واش كاين؟ ماكلة تقول مش عارف تحوس. راني حوس على الماكلة ما كانش غير السكر. ما كانش الماكلة ما كانش الماكلة خلاص المصروف. او ولا تقلب في الدنيا هذه علاش تحوس على الماكلة أنت؟ وين تقلب؟ ما ناكلوش دوكا هكذا وقعدوا هكذا. ما تاكلش كي تروح تصرف مصروف ما لحقناش. سبحان الله الشهرية ما ناش لاحقينكش. ما واحد راهو لاحق المصروف. تماك تخدم خوك ما يخدم غير واحد يجبد أنايا وراكم تاكلوا فيه. سبحان الله تولي دوك المصروف ما كانش خلاص. يا شيخ وين نروح نخدم انا اللي نقول لهم نروح نخدم في الحومه؟ لقيت خدمه طولي. قال لي كيفاش باباك عنده باطيمه جيت تخدم عندي؟ ولا باباك عنده باطيمه؟ باطيمه فيها سوارد ولا فيها الاخر؟ الناس كاريه واحد يخلص واحد ما يخلص. شنو رانا عايشين كي الناس حنايا؟ بصح ما فتقدينا مانيش عارف. راني نقضي راكم تاكلوا فوق اللازم وليدي. نقول لك صح ما نعودش نزيد نقضي او نعودوا ناكلوا يوم بيوم. سبحان الله بزاف. خرج شوف ما يقعد البطاطا ما تقعد اللحم ما يقعد فريكو طاير فرامج الدنيا. او سبحان الله راكم تاكلوا وتعاودوا باسكو علاه اللي يرقد بزاف ياكل بزاف واللي يخدم هاك تعرف. اي دوك الله غير ما ايوا والله يا شوف خدم خدم ولدي خدم. روح الشهريه راه واحد ما عاد يلحق على بالك. الناس راهي تجي صور د الشهر راه مقيس قيس. حنا دوك حنا ما نزيدوش نقولوا شهر نزيدو نعاودوا نقولوا 20 يوم. شهر هذه 10 ايام شايطه. ما نزيدوش نقولوا الشهريه نزيدو نقولوا ال 20 ايام.
انا ولفت ما نخدمش مولفت مانيش لاحق انا ثاني انا يا نقول لك صح مولف نخصص مبلغ مالي للشهر ها هو نقضي سيدي سكر نقضي زيت نقضي سبحان الله تقول راهم ياكلوا معنا اهل بسم الله اي صاحبي الزيت ثلاث ايام ربعه يخلص بدون تاع خمسه الخضره ثم ثم الطير الحمله جبت ما كانش البيض تاع الطماطم مطيشين هما مرات مولف نلقى البيض هنايا مصوفين وطيشهم ايه ماناش لاحقين رواحنا لا لا ما عند رسول الله الناس راهي مش لاحقه تاكل فراك تحوس على الشهريه ما كفاتكش اي وين نقعدوا هكذا انا مالا نروح نبيع كاش ما نبيع نقابر حاجه نبيع الا ما لحقتش هكذا نروح نشوف حاجه نبيع تبيع لي الدار ماشي الدار نبيع الدار نبيع مالا يسمى نبداو ناكلوا لهم له راك تحب تدي كرسي تبيعو مالا نذكر الكرسي نعطيك كرسي كولو ها ليه تدي تبيعو وتاكلو تبدا من اللوحه الفوق لين اللوحه التحتاني نروح نكريدي عند الحانوت وخلاص كل زجاجه كل طاس مانيش نروح عند بوعلى من كريدي بلاطو بيض روح كول برا لا تهب بلاطوبيل بلاطوبيل تاكل لي الغاز تاكل لي الزيت تاكل لي كلش روح كول برا وروح هنايا دور برك وتفرج صاي اسيدي ما لحقناش يا وليدي لا 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 من رسول الله خوك يهضر انت تهضر ما لحقناش روح وتخدم كي تخدم راه كلش يكون موجود والله يا شيخ راني جيعان والله غير راني جيعان السكر هذا كل لا بديت كل السكر ها فيه لينا نروح عند حنان عند حنان كاش ما حتى تلقى عندها هذاك لما لقيت راجلها ماكلها كراع والله دراع تلقى حنان لقيت حنان راك تشعل بلاك تلقى غير قندوره هكذا تقول لك الو انا حنان يا خالد بهديل يا خوتي على زهري المسود الراجل هبل يا الحاج 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 شكون انا شكون انا هذه جاي يا الحاج اه واش اش يا الحاج مصطفى قلب لي الكوزينه قلب الدنيا ودا المعن الكل او حط مليه في الكازا وقعد في الكازا هبل والله ايه هبل روح يا روح اروح هيا والله ما لي قاعد ادروك راني صايف واحد واخر عليا صايف كرات والله ما لي زيد قعد انا وغادي نقتل روحي قلت يا صديقتي قلت يا نقتل روحي بالغاز مصطفى انا مصطفى نقتل روحي نقتل روحي من الغاز روح انا عايش انا واحد شي جديد شو بيه هذا عاد نقتل روحي خلاص مصطفى على البليس على البليس على المراه تاعك تاك اي معنا ما يجيش بيها استغفر استغفر مولك استغفر 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 مولاك اي استغفر الله استغفر الله مصطفى انا على البليس انا على البليس راهي قالت لي مرتك سيدي واش بك يا سيدي على جال الدنيا هذه راح تهبل سمع صوتي راهي تجيبها من عند بوها تحاسبني عليها مانيش ناكل انا حاج مانيش ناكل مانيش ناكل واحد مولاه حق روحه والله غالبه سيدي بالعقل واه اللي مالك حق ياكل يطيش كوزينته برا استغفر خلاص خلاص اسكت خلاص اسكت خلاص اسكت اسكت المرة تاعك قريب تموت استغفر هذه كل على جال الماكله والشهريه بالحكشه ماكش لاحق على بنا ماكش لاحق مانيش لاحق على عاش بالعقل تلحق ان شاء الله ومنا اسيدي لبيك على الكرانه والله نقص لك شهرين اسيدي والله نحي لك شهرين اسيدي الله يحفظك ها نزيد نهنيك اسيدي عندنا شهرين هاني نحي لك شهرين صح دروك لبيك على الماكله والاخر اعرف كيفاش تصير تعرف كيفاش تصير بالعقل اسيدي علاه ها سبحان الله عيب قدام الناس هكذا يشوفوا فيك مخرج كوزينتك برا ولا لازم نقتل روحي ليش تقتل روحك سيدي الماكله اللي حد قلت لك عدت مخرج قشك تبهدلها سيدي انا شفتوا شدي الحاج رفدوا طلعوا قش اللي عند غالكم رفدوا كما طلع هاك سيدي هاي 100000 من عندي كول ها سيدي بها الحاجه حبوا زين ها الله يحفظك هاي ورفضوا القش تاع السيد هذه يا سيدي هي ماكله يومين الله يحفظك ومن بعد ربي يدير ربي يحفظك رفد سيدي يعيشك يا اخي كثر خيرك الحاج هيا روح تباصاكم برا هيا قيس يدك هنا تشوي دير يدك هنا هيا روح نسوقوا ورايحين روح مرسي مرسي الله يسهل الله يسهل الله يسهل روح تلقاو قشو من فوق كثر خيرك الحاج يا سيدي هذا القشو اوعى تولي في كور فد عليه القشه الحنان محمد غليان ما توما تقدر هم الخروف صبر عليا راني لغيت لك باش ما تقوش راني مطرطقها لك ولا نخلصك على بالي راني حاصل مع النفقه نتاع البز واسمح لي زينتي والله ما عندي خاطر جايه نتا الغالي ان شاء الله بسلامه محمد بسلامه السلام عليكم اهلا هذا عليك راك داير واش راك سي باس تما حال اخويا عادل واش بيك واش كاين غير الخير انا راني حاصل وما لقيتش روحي وما رانيش عارف راسي من رجليا راني نصور دجاجه وناكل بفيه بقره فهمني ما فهمتش